الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراحل المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، طف على طيبة ففيها قهور من شذاها فاحت صبا وشمال. فإذا استقبلتك تسأل عنها من لؤي نساؤها والرجال. فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال. نادي ما بينها بنو الموت هبوا قد تناهبنكم حدال صقال. هذه جردكم صدرنا عواري جذ منها يا معارف وقد آلوا تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها الزلال. يا ما لم يبل الشفاه منها الزلال. يا غسلتها يا دماؤها كفنتها. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرماية. يا لو ونساء علمتموها المقاصير ركبنا النياق وهي أزالوا. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. أمست اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدق الأنثى. يا لو إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كل موحد، كل من يعترف بالدين يدعي بأنه يحب الله سبحانه وتعالى، كل من تعرف على الله وعلى فلسفة الوجود وعلى فلسفة الخلق فإنه يحب الله سبحانه وتعالى ويدعي حب الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة تكاد أن تكون فطرية وربما عقلية أيضا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض علينا بالوجود. الله سبحانه وتعالى سهل لنا كل الموارد في الحياة وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فعندما يتأمل الإنسان في الوجود ويتأمل في هذا الخلق فسوف يصل إلى هذه النتيجة الواضحة، يتعرف على الله، وحينئذ ربما يدعي بأنه يحب الله سبحانه وتعالى على كل المستويات الفكرية والعقائدية والدينية. قل أنا أقول بأنني أحب الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال المهم، هل أن الله يحبنا؟ هل سأل الإنسان نفسه هذا السؤال، هل أن الله يحبني أو أنا أحب الله سبحانه وتعالى؟ جيد، ولكن ربما أنا أكون بطريق آخر وأسلك سلوكا يغاير ويخالف سلوك القرآن وما يريده الله. أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أنا أحب الله. صحيح أنت تحب الله، ولا نستطيع أن نعترض عليك في ذلك، ولا نقول بأنك إنسان مدعي، ولكن تحب الله صحيح. ولكن السؤال المهم، هل أن الله يحبني؟ هل أن الله يحبنا؟ وكيف نتعرف على ذلك؟ أنا أحب الله بس الله يحبني؟ هنا هذه الآية الكريمة تركز على هذا المعنى الدقيق المهم. يقول قل، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، إن كنتم تحبون الله. إذا أنتم تقولوا نحن نحب الله لا يكفي، أي معادلة غير كاملة. هذا حب من طرف واحد وحب من المخلوق، ويحتاج إلى حب أعظم وهو حب الخالق. هنا تكتمل المعادلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حينئذ الله يحبكم، يعني لحد الآن حسب منطوق هذه الآية الادعاء بأن الإنسان يحب الله لا يعني بأن الله يحبه. لحد الآن المعادلة واحدة من طرف واحد، أنا أحب الله، ولكن هل أن الله يحبني؟ تقول الآية قل إن كنتم تحبون الله، حبكم حقيقي وخالص لوجه الله وكنتم صادقين في هذه المقولة، فاتبعوني يحببكم الله. الله راح يحبكم حينئذ. اتبعوني يعني شنو؟ انتهجوا سلوكي، يعني اقتدوا بي وأنا القدوة، يعني صح لا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتبعوني، إذا اتبعتموني واتبعتم طريق القرآن وما أراد الله يحببكم الله. الله حينئذ راح يحبكم. بعد شنو؟ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا هو منطق أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. إمام الحسين عندما انطلق في دعوته إلى الناس في طريق الحسين سلام الله عليه، عندما انطلق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة واجتاز المنازل إلى أن وصل إلى كربلاء، كان يدعو الناس إلى نصرته. سؤال جدا مهم،
يدعو الحسين الناس إلى نصرته. يعني هل أن الحسين يحتاج إلى مجموعة حتى ينتصر؟ هاي المجموعة البسيطة اللي شافهم يعني جد يصيرون يعني 30 واحد جد يعني كم واحد تربيهم الحسين؟ جد يعني كم واحد اللي شافهم بالطريق يعني كم واحد؟ قلائل جدا. لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعلم بأنه مقدم على الشهادة ويدري أنه مستشهد صلى الله عليه وسلم، لأنه متأكد أنه ما أكو نصر عسكري، نصر آني غير موجود. فيستنصر الناس؟ لا، ما يستنصر الناس في الواقع. وقد أعلن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأفصح بشكل واضح في أكثر من موقف وموقع بأنه سوف يستشهد. يقول الحسين سلام الله عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس. إذن هو ميت الحسين سلام الله. إذن حتى لو إجوا للحسين بعد 100 واحد و200، الحسين هو ذاهب إلى الشهادة. فإذن كيف نفهم هذا المعنى؟ يعني ماذا يريد الحسين؟ وهنالك إعلان آخر أيضا في مكة المكرمة، عندما أراد أن ينطلق الحسين من مكة يوم التروية قال: من لحق بنا استشهد. صح لا ما قال انتصر، قال استشهد. ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. هنا مسألة جدا مهمة تستوقفنا كثيرا، إذن هنا أكو فتح هنا. صح لا هذا الفتح في شهادة الحسين، وهذا لم يحدث لإنسان. هواية أكو أنبياء استشهدوا بس ما صار أكو فتح على يديهم، الفتح وحد على يدي الحسين. انتبه، مسألة جدا في غاية الأهمية. يعني الإنسان إما أن يقتل أو يغلب، صح لو لا؟ إذا غلب الإنسان وانتصر ماديا زين، هذا الإنسان بعد عنده امتحان يعني مسكين، ممكن هذا ينتكي، صح لو لا؟ واللي استشهد يروح. ولكن أن يكون الفتح في شهادة الحسين في نفس الشهادة، هذا شيء جديد وهذا شيء عظيم. ولذلك يقول الحسين: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. معركة بدر كانت عظيمة جدا، وكل المؤرخين والمستشرقين كلهم يقولون وكانت المعركة انعطافا تاريخيا في موازين القوى العسكرية. ليش؟ لأن المسلمين كان ينظر إليهم المشركون أنه قلائل أكلة سائغة بسطاء، ما عندهم أسلحة، كلش ما عندهم. بعد معركة بدر تغيرت موازين القوى، صاروا لا الآن بعد شنو يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، الآن لا الآن يعني تغيرت النظرة. ولكن الله ما وصف معركة بدر بالفتح، وإنما صلح الحديبية ما كان معركة، سماه فتح الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليش؟ يعني الفتح تنطلق آفاق، يعني ينطلق الإنسان إلى آفاق جديدة بالفتح. فالحسين سلام الله عليه يعلم بأنه سوف يستشهد وهو مقدم على القتل. من أين يعلم؟ يعلم من الغيب، هذا صحيح، أن هاي يعني واضحة المسألة. يعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين، هواية مهم عندنا هواية يعني شواهد على ذلك، بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعلم بأن له منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا بالشهادة. فإذن هو مستشهد الحسين. لو تركنا الغيب الآن، عيف الغيب، هل أن الحسين يعلم بأنه سوف يستشهد؟ أكو يعني مجاميع كبيرة مر عليهم الحسين سلام الله عليه وأشاروا عليه بأن لا يذهب إلى الكوفة. ليش؟ لأنه مقتول، صح لا؟ أول واحد من الذي أشار عليه محمد بن الحنفية أخو، قال لا تروح الكوفة. زين، إمار على عبد الله بن مطيع العدوي، شخصية كبيرة هذا، وكان عثماني الهوى، رجل مادي يحب الماديات والمصالح الشخصية، قال لا تذهب يا ابن رسول الله للكوفة. جيد، يوصل إلى مكة المكرمة، يعني المحب وغير المحب، اللي مع آل البيت
والذي في طرف آخر عبد الله بن عمر يقول له الحسين لا تذهب إلى الكوفة. الحر جاء فيه يقول له لا تذهب إلى الكوفة. عمرة بنت عبد الرحمن امرأة قالت له لا تذهب إلى الكوفة فإنك مقتول. زين هذول كلهم يعرفون الحسين ما يدري يعني. أما شلون بحساباتهم العقلية استنتجوا من الحوادث التاريخية ومما جرى على أمير المؤمنين. زين الحسين ما يدري يعني، ما يعرف الحسين أنه هو بحساباته هو العقلية والرجوع إلى التاريخ ما يعرف. ولذلك عندما قال له أبو هرة، يمكن الأزدي، أنا أتذكر الأزدي، قال فإنك مقتول، ماذا قال له الحسين؟ قال يا هذا إنه لا يخفى علي الرأي. تقول لي تعلمني إليه يعني، وأنا كنت مع أمير المؤمنين. عجيب يعني تحساباتكم وأنا ما أعرف حساباتكم يعني، ما أنا كنت مع أمير المؤمنين وأنا مع الحسين. وأنا إيش قد عمره الآن هو يعني استشهد معنا 57 سنة، يعني أنتم تعرفون كلكم وأنا ما أدري. لو طرحنا يعني لو تركنا الغيب على حكاية بالإنجليزي for a moment، يعني لو تركناها الآن فالحسين يعلم بأنه مقتول، يعلم بأنه يستشهد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المسألة هنا، هاي نقطة نتوقف عندها وهي نقطة جدا مهمة، الحسين يعلم بأنه سوف يستشهد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الفرق شنو؟ ليش يستشهد؟ قول يا سيدنا ليش؟ ليش؟ لأن يزيد لن يترك الحسين إلا أن يبايع أو يقتل في تاريخ اليعقوبي، من التاريخ من التواريخ الضخمة جدا والقديمة، كلاسيك يعني سورسز. يقول بعث للوليد ابن عتبة رسالة يبايع الحسين وعبد الله بن زيد، وإلا فضرب أعناقهما أعناقهم. فالحسين يعلم بأن يزيد لن يتركه، وقد ذكر ذلك، قالوا ما راح يتركوني حتى يقتل ولن يبايع الحسين، صح ولا لا؟ حسين ومثلي لا يبايع مثله، خلاص انتهى الموضوع. فالحسين إذن مقتول، صح ولا لا؟ مع بني أمية مقتول الحسين، وهو يعلم حتى بالحسابات العقلية والمادية الحسين مقتول. ولكن المسألة هنا التي أحببت أن أتوقف عندها، الحسين قام بنهضة الآن وأخذ أهل بيته. والحسين وين ذهب؟ ذهب إلى مكة، والناس كلها التفت حوله، حتى عبد الله بن الزبير اللي كان أراد أن يصرف وجوه الناس إليه حتى هو التف، يعني من إجا الحسين سكت عبد الله بن الزبير، قال على صفحه الحسين بعد خلاص. والحسين بأبي وأمي في مكة، والمكة الآن كل الناس موجودة. فماذا أراد يزيد؟ انتبه، ماذا أرادت السلطة الأموية السفيانية؟ أرادت أن تغتال الحسين لكي لا يكون لمقتله أثرا. قلت له مثل الآن هاي اللي شهدناها بالعراق مثلا، يبعث له الجماعة قتلوهم، بعد يتهمهم الدول يقولهم انتم قتلتوا الحسين، قتلوهم، يبكي على الحسين، انتهت صفحة الحسين في بالي، لا كل شيء ماكو بعد. تموت نهضة الحسين، نهضة الحسين، ويموت ذكر الحسين، الحسين هم يموت ذكره حينئذ. ولذلك بعث يزيد 30 رجلا من شياطينه إلى عمر بن سعيد الأجدق وهو واليه في مكة المكرمة. زين ذولا كانت مهمتهم أن يغتالوا الحسين وإن كان متشبثا بأستار الكعبة. شوف الخطة الآن شلون، قتلون الحسين، يتهمونكم واحد ذولا، ذبوهم بالسجن وانتهى المسألة خلاص وراحت. فالحسين يعلم بذلك، ولذلك الحسين خرج من الكوفة يوم التروية وهو يوم عظيم، الناس متوجهين للحج، وليش انت تخرج يعني في هذا الوقت؟ خرج لسببين، السبب الأول احنا ذكرناه، والثاني أنه لا تستحل به حرمة الكعبة، إذا مات بالكعبة تسيل الدماء. وهنالك رواية مشهورة حتى عثمان كان يعرفها، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هنالك كبش من قريش يقتل فتستباح به الكعبة. من قالوا له العثمان وقت الفتنة وجوا من الأمصار، قالوا له يا بيت اتنازل عن الخلافة ما قبل، فأشار إليه بعضهم أن يذهب إلى الكعبة، قالهم أنا أكو حديث لرسول الله يقتل كبش في الكعبة ولا أريد أن أكون. من كان الكبش؟ عبد الله بن الزبير، استبيحت به الكعبة. فخرج الحسين، ولذلك يقول الحسين
لعبد الله بن عباس لئن أقتل خارج الكعبة بذراع أحب من أن أقتل داخل الكعبة لكي لا تستباح الكعبة. بس هذا مو سبب الرئيسي، سبب أن الحسين أراد أن يفوت الفرصة على يزيد، ولذلك ماذا فعل؟ أراد أن يختار المكان الذي يقتل فيه زين، ويأخذ معه أهل بيته حتى شنو؟ حتى تصير هاي الأصداء، حتى يكون مقتل الحسين أو لمقتله دويا عظيما. هو هذا اللي صار، وهو اختار هنا القتل. ألا لماذا يستنصر إذن هم دول؟ لماذا الحسين يستنصر الناس يدعوهم؟ يدعوهم للتوبة مولانا، يدعوهم إلى فرصة ثمينة، يدعوهم إلى الخلود مع الشهداء، صحيح؟ يدعوهم لكي يكونوا مخلدين، يدعوهم لكي يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذا كان منطق الحسين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعالوا تعالوا إلي، هاي الرحمة الإلهية موجودة، تعالوا انصروا الله سبحانه وتعالى زين بنصركم للحسين، يعني انصروا دين الله، لأن الحسين ثار الله، ولذلك كان يستنصر الناس يدعوهم. الناس أشكال، أكو أهل دنيا وأكو أهل آخرة، من الذين استنصرهم الحسين ودعاهم إلى نصرته جماعة يحبون الدنيا، واحد منهم هرثمة، لا يذكر عادة، لا يذكر هرثمة بس بالتاريخ موجود، هرثمة ابن سليم وزوجته الجرداء. هذا هيثم هرثمة ذهب مع أمير المؤمنين إلى صفين، بس هذا من الناس الشكر، يعني ما عنده عقيدة، مو كل الذين قاتلوا مع أمير المؤمنين كانوا عندهم عقيدة قوية، صح لو لا؟ الأشعث ابن قيس شلون الفصل هو وصاروا خوارج وكانوا مع أمير المؤمنين، ما عندهم عقيدة. وزوجته كانت يعني صاحبة عقيدة رائعة، فعندما ذهب مع أمير المؤمنين إلى صفين رجع إلى زوجته، قال لها أكلمك عن صديقك، بالرواية تقول هيك صديقك يعني من، يعني علي بن أبي طالب فهو صديق. ماذا قال؟ يقول مرينا على كربلاء فحمل من تراب القبر وقال ها هنا مناخ ركابهم صبرا يا أبا عبد الله. يقول لها شوفي صديقك ايش راح يقول، صديقك ماذا يقول؟ طبعا هاي مصادر تاريخية انتبه. فهو يعني يستهزئ، قالت والله ما يقول علي إلا حق، وهي عندها عقيدة هي. يقول هيرثمة هي برواية، مرت الأيام وإذا بجيوش عبيد الله بن زياد وين متوجه؟ الكربلة، وهرثمة وياهم. قال سبحان الله. فالتقى بالحسين قبل المعركة، يقول فذهبت إلى الحسين، ما كان عنده مجال يروح الحسين، فقلت يا ابن رسول الله أخبرك بهذا الخبر العجيب اللي شفته أنا لا. هكذا فعل أمير المؤمنين وهكذا قال. إيش قال للحسين؟ قال وأنت لنا أم علينا؟ افتهمنا خو هذا اللي أنت شفته خو جيد، خو هذه معجزة كرامة زين، أنت الآن شنو؟ قال لا أنا عندي أولاد وما أقدر، يعني عندي أولاد وعندي، قال أروح. ومجاميع كثيرة الحسين التقى بهم، قال لهم يلا لنا أم علينا؟ قال له عندنا أطفال. عمر بن سعد معرض عليه الحسين، قال عندي أولاد. عبيد الله ابن الحر الجعفي، هاي الفرصة الضائعة، فرصة 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 ثمينة يخلد الإنسان. عبيد الله شخصية جدا كبيرة، ولا تجد مصدرا تاريخيا كبيرا إلا وأرخ لعبيد الله ابن الحر الجعفي، جدا قوي يعني، جدا شخصية ضخمة يعني. الحسين سلام الله عليه اجتمع معه في منزل من المنازل. هنا نستفيد من الحسين. طبعا احنا انا قبل ما هذا نسيت نقطة، انه ايضا نقطة اخرى انا نسيتها كنا انا اقدم لها، يعني كلنا نحب الحسين، صحيح كلنا نحب الحسين، ما كنا نقاش في ذلك، ما انا على اختلاف افكارنا وتوجهاتنا والشعائر، بالنتيجة احنا كلنا نحب الحسين، اكو نقاش بهاي المسألة، صحيح ولا لا؟ كلنا نحب الحسين.
هل سأل أحدنا نفسه هل أن الحسين يحبني؟ إحنا نحب الحسين، الحسين يحبنا؟ مسألة هواي مهمة، صحيح؟ نفس السؤال، قلت إحنا الله يحبنا، نحن نحب الله سبحانه وتعالى، هل يحبنا الله؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرحه الإنسان على نفسه. أنا أحب الحسين وأنا أتفاعل مع قضية الحسين. قضية الحسين مو سهلة، يعني مو مسألة. كثير من غير المسلمين إذا قرأوا سيرة الحسين ومقتل أبي عبد الله يبكون، يعني صح. الحسين رمز للأبطال والأحرار بالعالم، صح ولا لا؟ مو بس للمسلمين. ولكن هذا السؤال نحن ينبغي أن نطرح هذا السؤال على هل يحبنا الحسين؟ إحنا جايين الداعي، صح له؟ جوز أنا أقول لك يا بي ترى أنا طريقتي أحسن من طريقتك، ها؟ أنا أحب الحسين أكثر منك. شنو دليلي أنا أحب الحسين؟ أنا أحبه صح، بس من يقول لك أنا أحبه؟ من كيف أتعرف على أن الحسين يحبني أكثر مما يحبك؟ مثلا نفس المعادلة راح ترجع لها. هنا يتبين حب الحسين وقت، ها؟ عندما تسير في نهج الحسين، صحيح؟ سوف أستعجل الأسماء، أبو ثمامة الصائدي. بس واحد ينتبه شوية، يعني يفكر. أنا قلت لهم للشباب بهاملتون، يعني حكيت شوية وياهم، كنت دائما ألتقي ويا شباب مؤمنين حبابين يحبون الشعائر، قلت خلاص عندهم جميل. قلت لهم أبو ثمامة الصائدي جاء إلى الحسين داخل المعركة، قال يا ابن رسول الله لا أقتل حتى أشهد هذه الصلاة، ما أحب أنا أن أموت، بس الصلاة يعني صار وقت الصلاة الظهر، فأنا لا أحب أن أقتل قبل أن أصلي هذه الصلاة. فنظر الحسين إلى السماء قال بلى، إنه أول وقتها. ثم دعا إلى أبي ثمامة. ماذا دعا لأبي ثمامة؟ إيش تصور؟ شنو قال؟ قال جعلك الله من المصلين الذاكرين. هو شهيد الآن، صح ولا لا؟ وراح يكون شهيد. ما قال للحسين جعلك الله من الشهداء، قال جعلك الله من المصلين الذاكرين، يعني إذا الصلاة قد قيمتها عند الله عظيمة، صحيح لا لا؟ وهذا واضح، يعني هذا مثل هنا. فإذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هنا تأتي الفكرة أننا نستنبس سنة الحسين ونهتدي بهدي الحسين ونسير بسيرة الحسين ونضحي لأجل الحسين. هنا بين من اللي ما يحب الحسين؟ عبد الله بن مطيع، كلهم يحبون الحسين. عبد الله بن عمر يحب الحسين، ابو هريره يحب الحسين. ابو هريره يعني لو تقرون ايش قد كذب هذا وخد وضع، يعني روايات في امير المؤمنين، يعني عجيب، يعني ويحب الحسين، كلهم يحبون الحسين، ولكن من الذي احبه الحسين؟ من الذي دخل في زمره الحسين؟ مو كلهم، اغلبهم، كثير منهم. عبيد الله بن الحر الجعفي اجتمع مع الحسين في منزل من المنازل، وجد الحسين خيمة مضروبة ورمحا مركوسا. من كان زهير موجود، الحسين بعث إليه رسول، بس عبيد الله بن عبيد الله بن الحر قام إليه الحسين، شخصية كبيرة هذا الحر. فقام إليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأقبل عليه. يقول عبيد الله بن الحر، يقول ما رأيت إنسانا أحسن من الحسين، يقول ما شفت أبدا من عنده، وإنه ليملأ العين، يملأ العين الحسين، وما رققت على أحد رقتي على الحسين وأرى صبيانه معه. يقول وين رققت الحسين؟ قام له إجلالا، جلس، قال للحسين يا عبيد الله إن عليك ذنوب، أنت عليك وايد ذنوب، لأن هو كان لص كان يسرق، وهذا أنت عندك ذنوب وعندك شو اسمه، ها؟ هل لك من توبة تغسل ذنوبك؟ توبة، هاي توبة، تعال تفضل تفضل، هاي توبة أنا تغسل لك ذنوبك، فرصة ذهبية، ها؟ يقول أمير المؤمنين انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب، فرصة تعال استشهد. قال له والله يا ابن رسول الله ما خرجت من الكوفة إلا كراهية أن ألتقي بك، وأطلعت منكم حتى ما أشوفك وأبتلى بك، وسأل الله
تدري شنو معناتها؟ بمنطقه هذا يوم نحس بالنسبة إلى عبيد. ليش؟ لأنه أنا ردت أنا ما أشوفك بالكوفة شفتك. بالمنطق الديني ومنطق الشهادة ومنطق التوفيق، هاي الله موفقك اللي أنت خرجت لكي لا ترى الحسين وجدتك الشهادة مرة ثانية. صحيح؟ لا، شايف المنطق شلون الآن؟ هاي فرصة ذهبية إلك، جدتك إلك، هاي الفرصة أخذها. قال له يا ابن رسول الله هذا فرسي كذا، ما لحقت أحد إلا وهذا. قال لا أريد فرسك، ما يسوي هذا فرسك، احنا ناس مستشهدين، شو اسوي فرسك انا؟ زين، ولكن غيب وجهك عنا. بعد ذلك راح عبيد الله بن الحر بعد المعركه، دخل عبيد الله ابن زياد، قال له وين كنت انت؟ ما شفتك بالجيوش. قال له مريض. قال له مريض القلب، مريض الجسد. قال له لا والله ما كنت مريض. المهم هو افلت من عبيد الله. وين راح الحر؟ ذهب الى قبر الحسين عبيد الله، وركز رمحه عند قبر الحسين. والظاهر بعض الروايات تقول أكو يا جماعة، قال فيا لك حسرة ما دمت حيا، تردد بين صدري والتراقي حسين، حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والنفاق. غداة يقول لي بالقصر قولا، أتتركني وتزمع بالفراق؟ فلو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي، فلو فلق التلهف قلب حي لهم اليوم قلبي بالفلاق. شنو الفائدة؟ وين مات؟ بكى وبكى وجب. وين مات بعدين؟ مات غرقا، راح. كانت المفروض أنت مخلد، كان لا نحن نذكرك يا عبيد الله، بس نذكرك بطريقة ثانية، من الشهداء من المخلدين في التاريخ. الضحاك هذا الثالث، هرثمة وعبيد الله والضحاك، بس يعني نماذج من كل الشخصيات. هذا أمر عجيب يا أخي. الضحاك ابن عبد الله المشرقي، استنصره الحسين ودعاه إلى نصرته. قال له ابن رسول الله أنا أقاتل بين يديك، بس بشرط، زين، إذا ما بقى عندك مقاتل أنا أتركه، أنا في حل. قال له كذا، أجى وصار القتال، وعندما عقروا الخيول خلى خيله وين؟ ورا الخيمة. ظل يقاتل، بطل من الأبطال، ظل يقاتل إلى أن نفذ الرجال كلهم راحوا. قال له يا ابن رسول الله أنت عند الشرط، لو كنت تعرف الحسين واحدة لا الحسين، لو كنت يمك الشهادة، شهادة. هذا برير كان يلاطف عبد الرحمن الأنصاري، يلاطف برير. الحسين حنط نفسه بالروايات، كان موجود والجماعة أيضا لازمين سرة يعني. فبرير يلاطف عبد الرحمن. عبد الرحمن استغرب، قال له يا برير ما هذه ساعة باطل، شو تجاي تضحك وسهنا، وين الراهب؟ قال والله ما علم قومي يوما بأنني أحببت الباطل. قال له إذن ليش؟ قال له أنا مبتسم، يعني ما هي إلا سويعات يميل هؤلاء علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين. شوف وين العقيدة، وينك انت؟ وينك انت يم الشهادة؟ قال بلى. قال له اذهب اذا قدرت. تالي يترك الحسين ويترك الشهادة ويروح. هذا هؤلاء ينطبق عليه، لا هؤلاء هم اهل الدنيا، وينطبق عليهم قول الله. خلي احنا الان نستمتع بقول الله سبحانه وتعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يتمكن. ليش تقدم أولادك وتقدم أموالك والمساكن وضيع ماتك والآخرين؟ هذه الناس. وأكو مجموعة ثانية ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شخصية لا تذكر على المنابر، في اعتقادي لا تذكر، أنا خما سامعني هذه الهفهاف
الهفهاف ابن المهند الراسبي البصري، كان مع أمير المؤمنين وقاتل معه في صفين، وكان مع الحسن وكان مع الحسين. هسه وين موجود هذا؟ المصادر الأخيرة تذكر هذا المعنى، أنه هذه بعض من سيرة حياته، شيء من سيرة حياته. كان مواليا، وين كان موجود؟ الظاهر بالبصرة، لأن الراسب البصري أهل البصرة ما لحقوا، بعث لهم الحسين. مسعود استجاب للحسين بس ما لحقوا، بالطريق سمعوا باستشهاد الحسين. واحد منهم الظاهر الهفهاف هذا الرجل، عندما جاء وصل قالوا المعركة انتهت، قتل أصحاب الحسين، كان عمر بن سعد موجود، قال قتلتم الحسين وآل الحسين، فرفع سيفه. الروايات تقول قال أنا ابن المهندي أحامي عن آل محمد صلى الله عليه وآله، وقاتل وقاتل وقتل مجموعة كبيرة منهم. تقول الروايات تقول، ها مو يعني سامعيها، لا الروايات تقول، إلى أن احتوشوه من كل مكان وقتلوه واستشهد. هذا استشهد بعد معركة الطف مولانا، وأكو جماعة استشهدوا قبل معركة الطف، أشير إليهم بشكل سريع. سليمان بن رزين بعثه الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل البصرة. المنذر بن جارود أخذه ودى إلى عبيد الله بن زياد قبل أن ينتقل إلى الكوفة، فصلبه في البصرة. فهذا أول شهيد من شهداء النهضة الحسينية، بس مو بالمعركة. قيس بن مسهر الصيداوي أيضا بعثه الحسين، وعند ورقة وبيها أسماء، شاف الحسين بن نمير، هذا فدوا أحد. إذا تقرأ تاريخه بالتاريخ، هذا من شياطين بني أمية يستعينون به. كان هذا وين واقف على الحدود يعني، أمسكوا به قالوا ليش عندك؟ قالهم عندي رسالة. المين؟ قال لأهل الكوفة. شنو الأسماء؟ ما أعطيها الأسماء. أبطال زين. قال عبيد الله بن مرجانة، إما أن تذكر الأسماء أو تقوم فتلعن الحسين. قال أقوم، هو مشكلة. صعدوا قالهم هذا الحسين على المشارف، بعث وياي رسالة، وهذا الكذاب ابن الكذاب، فلعنه ولعن يزيد وما ضربوا عنقه. عبيد الله بن يقطر، طبعا كل المؤرخين يذكرون شخصيتين، بعضهم يقول كانت أمه حاضنة للحسين، لأن ماكو ارتضاع، ارتضاع ما يصير، الحسين ما رضى إلا من يد رسول الله ومن فم رسول الله يقينا. هذا الإنسان أيضا كان بطل من الأبطال، نفس الشيء هم بعثه الحسين، بعثه مسلم، ثم رجع نفس الطريقة التي استشهد بها قيس، استشهد بها عبيد الله عبد الله بن يقطر. صاروا ثلاثة هؤلاء استشهدوا فترة مسلم، يعني قبل الطف. وأما الذين استشهدوا تعرفوهم بعدها، تركي هذا، تركي مو عربي، هذا تركي، كون الأتراك لا يفهمون هذا المعنى. اسمه أسلم بن واضح تركي، هذا غلام استأذن من الحسين، شاب لطيف، فقاتل قتال الأفضال إلى أن سقط على الأرض. كل الروايات تقول فجاءه الحسين ووضع خده على خده فتبسم، أو جاي موت يعني، قال من مثلي؟ وقد وضع الحسين خده على خده، وين أكو واحد مثلي الآن؟ وجون مولى أبي ذر، هذا هم رجال غريب يعني أسود اللون، طبعا هو تحدث عن نفسه زين. الحسين قال له أنت إنما تبعتنا طلبا للعافية، أنت ما جاي للقتال. قال له لا، أنا أقاتل، رجل كبير. قال له أريد أن يختلط دمي بدمائكم، أريد لوني يصير غير شكل. وعندما استشهد يقول المؤرخون ما مر عليه إنسان إلا وشم منه رائحة ذكية بعد استشهاده. صار صوية شهداء بعد. وسعيد الحنفي، تعرفون شنو سوى سعيد الحنفي؟ عندما قام الحسين إلى الصلاة، واختلف الفقهاء في ذلك، قسم منهم يقولون صلى صلاة الخوف، قسم منهم قال صلى صلاة الظهر، اختلفوا أبو اختلاف، وخلى زهير وسعيد بن عبد الله الحنفي. كان سعيد ما أقبل سهم إلى الحسين إلا وأخذه بصدره ونحره ويده إلى أن سقط وفيه رمق.
اجى الحسين، شو يقول للحسين هذا؟ شوف المستوى العالي، شوف العقيده، شوف العقيده. قال: اوفيت ابن رسول الله؟ خاف بعدني يعني انا مو. قال: نعم، وانت قبلي في الجنه، او انت امامي في الجنه. وشخصيات كبيره من الشخصيات اللي احب ان اشير اليها: مسلم ابن عوسج، شخصيه عندما سقط طبعا هد مقتله الحسين، حد مقتله، حد مقتله الحسين، وطلعت الجاريه يصيح: وا مسلمه، وا سيده، شخصيه عظيمه. جاءه طبعا هذا بروتوكول موجود بالحرب، يعني الواحد يقع يؤخرون بعد الاعداء يجي ويجون يعني اصحابه. جاءه الحسين وحبيب وفيه رمق، حبيبي يسأله، هاي اللقطات ها تدخل بالغلوم، ها تهيئ المشاعر هذه. يقول لحبيب المسلم، يقول له: لولا انني على الاثر انا هم راح استشهد معك، لسألتك ان توصي، يعني في الوصية. قال: بلى اوصي. قال له: شنو توصي؟ يقول: اوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين، الله أكبر، هو يستشهد. وواحد مسيحي أيضا أكو موجود، مسيحي هو وأمه، وقاتل بين يدي الحسين. بس اللقطات المهمة هنا أنه هذا قاتل وعاد إلى أمه وقال: أمه هل رضيتي؟ قالت: لا والله ما رضيت، جاي تقاتل شنو؟ بس تقاتل حتى تستشهد بين يدي أبي الحسين. وخرج فلان وخران، وأول امرأة أيضا استشهدت، وأبلوا بلاء حسنا ليلة العاشر من محرم. الحسين خرج بأبي وأمي يتفقد الروابي والتلال، تفقدها بليل وحدة يعني خلف الخيام. نافع ابن هلال أو هلال ابن نافع، أكو شوية نقاش بين المؤرخين، كان خلف الحسين. تبين الحسين قال له: يا هلال وين شو انت خارج؟ قال: خشيت علي. قال: تفقل تلال والروابي لكي لا تكون مكمنا للعدو. تعال يقول للحسين: يا هلال، هذا الظلام قد غشيكم، ها اسلك ما بين الجبلين، روح انجو بنفسك، شوف الامتحان بارك. فأقبل عليه يقبل يديه ورجليه، ما يقبل هلال. تالي الحسين دخل إلى الخيمة، والظاهر هلال يسمع بباب الخيمة: زينب بأبي وأمي تريد أن تستعلم من الحسين. قل له: أبا عبد الله، هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك، يتركوك يعني عند الوثبة واصطكاك الأسنة، خابلوا لي تركوك، ها أنا نخشى أنه تركوك. قال: بلى، لقد بلوتهم وخبرتهم، فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس الأبطال المضحين، يستأنسون بالمنية دوني. استئناس الطفل بمحالب أمه، شلون الطفل من يأخذ ثدي أمه ويستأنس، دول عندهم أنس هذه المنية. ها الله، قضوا حق العليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضام. زينب تجي شوف الحسين يقول: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. هلال سمع الكلام راح، قال له: يا حبيب، كان يقرأ القرآن. انتبهوا، هاي ماذا كان يفعل أصحاب الحسين هذه الليلة؟ كانوا يقرؤون القرآن ويصلون بين قائم وقاعد وراكع وساجد، ولهم دوي كدوي النحل. قال له: حبيب، زينب الظاهر خائفة، كن احنا نطمنها. قال: ما استعراض عسكري. جاءوا وأقبلوا ولهم زجل، بركوا عند الخيمة. صاح حبيب: هذه فتيانكم، آلوا إلا أن يقتلوا أعداءكم، وهذه صوارم غرما غلمانكم. قال الحسين: قوم يا زينب. خطاب خطاب. قالت له: يا حبيب، انسبوني من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين،
قل حبيبي يا رغ أخويا من يشيل وهم اللي بقلبي من يزيل لا تشوفني وانا ذليل مروا بنا لمن على الغابرة تنامون مروا بنا يا أهل المحلة نسوان وبمحنة امتحنة الله أكبر وجاء الليل وطال الليل وزينب تنظر إلى الليل تقول ليالي الكلك ولموني اي والله ليالي الكلك ولموني حسن لا يمر عليك مصباح يا اشعدنا بدال ذهب الليل وجاءت ليلة أخرى وقامت زينب بأبي وأمي تنظر إلى النساء والأرامل واليتام قم يا علي فما هذا القعود تتوجه إلى أمير المؤمنين اي وما عهدي تغض على الاقذار اجفانا يا هذا حسين بلا غسل ولا كفن اي عار تجول عليه الخيل ميدان قل يا ابويا يا ابويا علي انا جلجل الليل واحنا حرم ما مشفي اي شفي للحرام وجعايا يا وعلي هذه ليله عظيمه الله اكبر وزينب بقيت في هذه الليله ولا حسين ولا عبد امسى المساء والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظلت التجي في اهل ايتام اقبال علي الليل وازدادت الوحشه ما اشوف غير ايتام تصرخ بدهشه شيخ العشير حسين ما حد شال عشه مطروح وبكتره علي الاكبر وجزام اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كل وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا 5 مرات لشفاء المرضى قضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن المؤمنين والمؤمنات، شافي كل مريض. اللهم اقضي حوائج السائلين، من أوصاني بالدعاء سأل الله أن يقضي حوائجكم بحق أبي عبد الله الحسين. اللهم شافي كل مريض، رد كل غريب إلى وطنه. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. المقيمون لهذه المجالس الكريمة، المشاركون، المستمعون، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن القبول. إلى روح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.